ما هي التفاسير التي تنصحون طلاب العلم بقراءتها؟ التفاسير التي تمشي على منهج السلف، مثل تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، هذه التفاسير تمشي على منهج السلف. وأما غيرها من التفاسير ففيها وفيها، فطالب العلم يستفيد مما فيها، اللي يميز بين الصحيح وغير الصحيح يطلع عليها ويستفيد مما فيها. أما الإنسان اللي ما عنده تمكن في العلم فيقتصر على هذه التفاسير الموثوقة، تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي. نعم.